بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 7 حول درس الإزاحة لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. A B C D متوازي الأضلاع و O مركزه. E هي صورة D بالإزاحة T ذات المتجهة AC. F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A. A صغيرة ارسم الشكل. ب صغيرة بين أن النقطة O منتصف القطعة EF. خذ دفتر التمارين ثم انقل هذا التمرين، وبعد ذلك خذ دفتر البحث ثم أنجزه. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا الآن نبدأ عملية تصحيح الجواب. A صغيرة الشكل، نرسم متوازي الأضلاع ABCD. الضلع الأول، الضلع الثاني، نحصل على الضلعين الآخرين باستعمال البركال هكذا على هذا النحو. إذا حصلنا على الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع. ننشئ الضلعين المتبقيين على هذا النحو، نسميه A B C D. او هي صورة دي بالإزاحة تي ذات المتجهة أسي. إذن خصنا بعدا نرسمو المتجهة أسي، نستعمل واحد اللون. هاد المتجهة أسي هي اللي غادي تساعدنا باش نحددو المكان ديال النقطة او. ما دامت او هي صورة دي بالإزاحة تي ذات المتجهة أسي، فإن المتجهة دي او تساوي ماذا؟ نعم، تساوي المتجهة أسي. إذن غادي ناخدو البركار بهذه الكيفية للحصول على النقطة أو. إذن هنا تتواجد النقطة أو. قيل لنا أن أو مركز متوازي الأضلاع، نسيت إنشاء المركز، ولكن على أي حال ليس هناك أي مشكل في التأخر. المركز هي نقطة تقاطع القطرين، إذن نقطة O. غادي نرسمها بلون أزرق. إذن هذه النقطة التي تمثل المركز. نواصل. F هي مماثلة الدي بالنسبة للنقطة A. هنا نستعمل التماثل المركزي الذي مركزه النقطة A. إذا خصنا ننشئ أولا نصف مستقيم أصله دي ويمر من A، ثم نأخذ البركار لإنشاء النقطة F بحيث تكون A منتصف القطعة DF. إذن هنا تتواجد النقطة F. الآن سنثبت بأن النقط أو بأن E O O منتصف القطعة EF. وخذ رسم هذه القطعة F بلون آخر، استعمل اللون الأحمر. إذن كما ترى في هذا الشكل فعلا O منتصف القطعة EF. O منتصف القطعة EF هكذا، لاحظ جيدا. إذن تأكدنا من أن فعلا O منتصف القطعة EF،
وهذا ما سنثبته بالبرهان. غادي نزيد واحد القطعه هنايا باش تساعدك على البرهان. يلا الان كيف سنثبت بان او منتصف القطعه او اف؟ ولا تنسى ان اف هي مماثله دي بالنسبه ل ا، اذا خصنا نضيف هنا علامه التقايس. اعتذر، سنضيف علامه التقايس، ربما سيكون لها دور في هذه العمليه. يلا انظر الى المستقيمين AC و DE كيف هما؟ نعم، المستقيمان AC و DE متوازيان. هذا المستقيم، هذا ما هذا؟ يلا كيف سنثبت ذلك؟ نعم، المسألة بسيطة، E هي صورة D بالإزاحة T ذات المتجه AC، إذن المتجه DE تساوي المتجه AC، متفقين؟ إذن المستقيم DE يوازي المستقيم AC لأن متجهتان متساويتان، يعني لهما نفس الاتجاه، أو إذن لهما نفس الاتجاه، وبالتالي فإن المستقيم AC يوازي DE. الآن ماذا يمكن نقول عن المستقيم AO و DE؟ نعم، المستقيم AO يوازي المستقيم DE. علاش؟ ما السبب؟ لأن نعم، لأن النقطة O تنتمي إلى المستقيم AC، وما دام المستقيم AC يوازي DE فإن المستقيم AO يوازي DE. إذن دروك حنا تنعرفوا بأن المستقيم AO يوازي المستقيم DE. انظر إلى المثلث FDE، هذا المثلث، هذا المستقيم AO يوازي DE، واضح؟ والمستقيم AO يمر من ماذا؟ نعم، يمر من النقطة A التي تشكل ماذا؟ منتصف هذا الضلع، أليس كذلك؟ إذن أعيد مرة أخرى، المستقيم AO يوازي المستقيم DE ويمر من A منتصف DF. تذكر واحد الخاصية شفناها سابقا، نعم رأينا خلال هذه السنة في الدورة الأولى. نعم، وطبقا للخاصية التي تقول ما يلي، إذا مر مستقيم بمنتصف أحد أضلاع مثلث ووازى حامل ضلع ثاني فإنه يمر من ماذا؟ نعم، فإنه يمر من منتصف الضلع الثالث. وما هو الضلع الثالث هنا؟ نعم، هو الضلع EF. إذن هذا المستقيم يمر من منتصف الضلع الثالث، بمعنى أن النقطة O فعلا منتصف الضلع الثالث EF. نكتب هذا البرهان لنبرهن أن O منتصف القطعة EF. عندنا E هي صورة D بالإزاحة T التي متجهتها AC. إذن المتجهة DE تساوي المتجهة AC. ومنه فإن المستقيم DE يوازي المستقيم AC. ولدينا النقطة O تنتمي إلى المستقيم AC، هي أكثر من ذلك، هي منتصف الضلع AC أو القطر AC. إحنا بغينا غير O تنتمي إلى المستقيم AC، إذن المستقيم OA أو AO بحالها يوازي المستقيم DE.
ونعلم أن F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A. إذن النقطة A منتصف القطعة FD أو DF بحال بحال. نعتبر المثلث FDE، هذا هو اللي بغينا نطبقوا عليه الخاصية. نعتبر المثلث FDE المستقيم OA يمر من A منتصف الضلع FD، ويوازي حامل الضلع الثاني DE، حامل هذا الضلع DE. إذن OA يمر من منتصف الضلع الثالث EF بين قوسين حسب الخاصية. أنا غنذكرها غير شفويا. إذا مر مستقيم بمنتصف أحد أضلاع مثلث ووازى حامل الضلع الثاني، فإنه يمر من منتصف الضلع الثالث. ولا داعي لكتابة هذه الخاصية لأنه عناصر الخاصية مكتوبة هنا. أو إذا مر مستقيم من منتصف أحد أضلاع مثلث ووازى حامل الضلع الثاني، فإنه يمر من منتصف الضلع الثالث. الخاصية تقريبا مكتوبة هنا. استنتاج O منتصف الضلع F. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج الزيتون مراكش. إلى اللقاء.